لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا عبد الله ابن عبد الله يا عبد الله ابن عبد الله يا صاحب القبر اذكر الأهل الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤاله منكر ونكيره فيه حق وأن الباس حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور يا صاحب القبر الآن قد سرت في أطباق الثراء وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يجزئاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي
والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين صدق الله بالقول الثابت صدق الله بالقول الثابت صدق الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي